موجودين اليوم قدام مدار ثقافة في حملة جمع تبرعات، اللي هي حملة وطنية أطلقتها الكشافة التونسية لفئة إخواتنا وأشقائنا في فلسطين. تبرعات هذوما يتمثلوا في ثلاثة حاجات، اللي هما الأدوية، أدوية مختلفة، يعني غذائية خاصة المعلبة منها، سواء أكيد لي لأنه معناها توصيلهم صعيب وصعب على الأخر في التخزين وحتى في عملية التوصيل متاعهم. الملابس كيف كيف ما نستحقوش، مستحقين الحقيقة غطاء ان جنرال، معناها الغطاء جريري، ليتونت، الملاحف، حاجات كيما هكا، معناها كيف كيف المولدات الكهربائية، شمع، حاجات اللي معناها ينجموا يوفروا الإنارة، معناها كيما نعرفوا معناها السيتواسيون ما عندهمش لا ضوء ولا حتى شيء. الحملة هذه متواصلة، موجودين في فرع الكشافة جهة القيروان على طول النهار من 9 متاع الصباح حتى 8 ل 9 حتى 10 متاع الليل، كيبدا عندنا برشا خدمة أكيد. سينو كل نهار قدام دار الثقافة من 5 متاع العشية حتى 7 ونص، من هنا حتى نهار لحد. الحياة فهم زهرة الحياة.